احنا العائله الكل نحتفلوا، ناخذوا خبزه جاتو الناس الكل وكتجيجه، اما نقعدوا في الدار ما نخرجوش، فما عباد يمشيوا الوتله ولا حاجه، احنا لا نعملوا القاعده نتاعنا في الدار. ولات العباد يبرمجوا يخليوا فلوس باش يشريوا، لكن فما عائلات اخرى لا ما تعترفش بيها على خاطر على قدها الميزانيه، اما بالحق التوانسه الكل ولاو يتبعوا برشا ويشريوا الحاجات ويصرفوا معناها، وتقول معناها ساعات تقول ما عندهاش فلوس ومن بعد تشوف تلقاها تحتفل وتمشي للحمامات ولا يمشي للوتله ولا حاجه، اما فما عباد تخليها تلقاها تخلي فلوس بالذمه لراس العام. تصور روحك نهار اخر كانت تتزوج معناها. باش نخرج، لا لا باش نخرج ونحتفل، انا نشجع على الاحتفالات، نشجع على الفرحه. على السلامه. على السلامه. ان شاء الله الساعه عامكم مبروك. كل عام انت حيا بخير، عايشك. عايشك. قولي انت من العباد اللي تحتفل براس العام ولا ما تحتفلش؟ والله احنا العائله الكل نحتفلوا، ناخذوا خبزه جاتو الناس الكل وكتجيجه، اما نقعدوا في الدار ما نخرجوش، فما عباد يمشيوا للوتله ولا حاجه، احنا لا نعملوا القاعده نتاعنا في الدار. تستعملوا بابا نويل وزينه والاحتفالات هذيك؟ هذيك الليلة، اما ناخذوا الكادوات الصغار معناها باش نفرحوهم هكا هو، فهمت؟ شويه كتب حاجات تفرح، اما لا كزينه شجره ولا لا، هذه حاجه الحق ماهيش من تقاليدنا ومش من عادات الدين الاسلامي نتاعنا. ما تحسوش ولا توا في تونس 2022 راس العام ولا عيد من الاعياد نيسيسير في تونس؟ صحيح صحيح، ولات العباد يبرمجوا يخليوا فلوس باش يشريوا، لكن فما عائلات اخرى لا ما تعترفش بيها على خاطر على قدها الميزانيه، اما بالحق التوانسه الكل ولاو يتبعوا برشا ويشريوا الحاجات ويصرفوا معناها، وتقول معناها ساعات تقول ما عندهاش فلوس ومن بعد تشوف تلقاها تحتفل وتمشي للحمامات ولا يمشي للوتله ولا حاجه ويحتفلوا، اما العيد الصغير والكبير نتاعنا. بالك الوتله غالي برشا تو. في بالي في بالي في بالي. معناها برشا فلوس. لا فما دي بروموسيون يتعملوا في الريفيون هيك علاش. اما ترفق شويه تولي مرفقه، فهمت؟ كومي معناها عباد تخرج للوتيل وتحتفل ويخلصوا فلوس، برشا فلوس معناها. اما فما عباد تخليها تلقاها تخلي فلوس بالذمه لراس العام. انت تويك ما تتسبيا معناها ماكش متزوج؟ لا لا. تصور روحك نهار اخر كانت تتزوج معناها؟ باش نخرج، لا لا باش نخرج ونحتفل، انا نشجع على الاحتفالات، نشجع على الفرحه، خاطر احنا ما نتلموش ولماتنا. مش اقتناع ذاتي معناها، انت جست خاطر مازلت في العائله، مازلت في دار. صحيت، لا لا، اما انا نحب العكس الخرجات وباهيه اللمه باهيه، الاحتفالات باهيه، الفرحه باهيه. تخرج معناها وتخلص ووتله وتهز راجلك وتمشي. بالطبيعه بالطبيعه بالطبيعه، انا نهار اخر ان شاء الله نحتفل براس العام. علاش لا، نمشيو للوتيل نفرهدوا شويه بعد الخدمه، خاطر الانسان راهو يتخنق مع ستريس مع الوقت نتاع توا، يلزمنا نرتاحوا شويه سينو تلقانا اخر عام تبدا الميزانيه طايحه مش كيما في وسط العام. ولا العباد تلقاهم لا يدبروا ريوسهم، لا يدبروا ريوسهم، تلقاهم مخبيه شويه. انت مش معلي ريوسهم. انا والله توا اي الناس بكري يقول لك خبي تلقى ما تصرف، عرفت؟ خبي تلقى ما تصرف، معناها اي واحد تلقاها مخبي تحت راسه شويه، عرفت؟ يا خرجه يا حاجه باش يفرح بها الاميمه. على قريب ان شاء الله كان باش تعرس والكل. اي مخطوبه ان شاء الله. ملا يعرف روحه على شنو قاعد؟ لا لا يعرف، احنا متفاهمين ومنقلين ماش اي في بالنا في باله. اي تيجي يقول لك نعرفك نوا قبل العرس وبعد نوصل. احنا كارت ستابل من الاول كل شيء واضح والصراحه باهيه، فهمت؟ اذا عندك مخطوبه عام ان شاء الله العرس وقتاش؟ في مارس ان شاء الله. على قريب ان شاء الله، معناها عروسه. اي ربي يفرح قلبك وان شاء الله ربي يفرح كل بنيه. عايشك ان شاء الله الف مبروك. عايشك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. عايشك بسلامه. بسلامه.